قال نرجع مرة أخرى لبقى طبعا ما فتحنا برنامج الايتمز دوت تكست اللي هو موجود عندك في بن ديباج داتابيز اللي احنا فتحناه في الأول خالص ايتمز. عدلنا وليكن مثلا عندنا السكاي هامر الخاص بالبي 7 الكود الخاص بينا طبعا زي ما قلنا تمام بتمشي شوية كده عندك 800 ظهرت 0 0 1 بتغير الصفر اللي بعدها وده 7 فبترم بتخليه 5 مليون. طيب مثلا الجريم هامر اللي فوقيه نفس الكلام بالضبط 800 0 0 1 طبعا انا عامله 2 مليون تخليه ب2 مليون 1 مليون مش فارقة. المهم بعد ما بتخلص كل دوت بتسيف كنترول اس تمام بعد كده بتاخد الايتمز الخاص دوت وتروح في منطقة نظيفة يعني منطقة مش فيها اي حاجة تانية عشان تقدر باي تشتغل صح يعني وما تتلخبط. انا اروح ادي ملف الايتمز. ملف الايتمز هتغير اسمه للايتم تايب تمام هتغير اسمه الايتم تايبي وهتقوم ببساطة شديدة جدا هتروح ساحب الايتم تايب ووضعه بالبرنامج الايتم تايب فك التشفير طبعا هتلاقي موجود بردك معانا في الملفات اللي هرفعها هيتحول الايتم تايب التكست لصيغة داتا مشفرة هتروح اخده وحطه في الكينت وطبعا لو انت هتحتاج طبعا انت بتعمل تحديثات جديدة فمش هنقول لك اوتوباتش لا انت طبعا هتعمل موف اند ريبليس انا مش عامل طبعا انت لو عندك الباتش برضك نفس الكلام بتاعه في فولدر الاي ان اي وبترفع الباتش عادي عشان اللاعبين يحملوا يحملوا يعني وكده يبقى قدرنا نفهم ازاي نضيف الشوب ازاي نضيف الشوب وازاي نحل مشاكل الاسعار نعدل في الاسعار الشوب تمام. طب ازاي اساسا نصنع الشوب اوبا بقى ده حاجة قلتها في اكتر من فيديو بس طبعا مش كانت في يعني مش كانت في مكانها مش كانت في ميعادها بالظبط. اقول لك انا يا سيدي عندك ملف الايتمز بالكامل في جميع ايتمات السيرفر انت وليكن من الايتمات دي كلها محتاج الميريكال جورد الميريكال جورد حابب تحطها في الشوب او تحطها في شوب خاص بيها تعمل ايه؟ يعني انا عايز احط الماجيك بوتل تمام والميريكال جورد تمام والبرونزي برايز البرونزي برايز والسيلفر برايز والجولد برايز والجولد تروفي والجولد كاب انا حابب اضيف الملفات دي اعمل ايه؟ اللي احنا هنستخدمهم في الشرح معانا هيكون الايد هات تمام وازاي نعمل الام بي سي وازاي نعمل الشوب تمام. اول حاجه نجهز العده تمام معلم جهز العده اسف ان كان صوت عليه هنا نجهز العدة يلا بينا فولدر جديد هنعمل فولدر وليكن عشان بنجهز الدنيا هننقل في الايدات اللي احنا محتاجينها. انا عن نفسي محتاج الميريكال جورد
واكتب جنبها ميريكال جورد. طب واحد يقول لي انت بتكتب عربي، اقول له يا فندم. واحد يقول له انت بتكتب عربي، اقول له يا فندم انا هستخدم بس عشان اعرف نفسي الاي دي ده بتاعي، لان انا ده اكتر من كام 19,000 ايتم، فانا مش هحفظ الايتمات يعني. ده الماجيك بوتل ده احنا حفظنا الاحداثيات بتاعت الاحداثيات بتاعت المدن بالعافية يعني. تخيل انت تحفظ احداثيات المدن كاملة. هو ده بتاعي، ده بتاع البرونز. طبعا انا مش حابب اطول في الشرح. هو برونز كاب 3 ايتمات. تمام، خليك بقى معايا يا باشا. كويس، هنروح على داتابيز وشوب واي ماني شوب فيرجن 2، وتنزل تحت خالص. وتاخد الكود ده وده. تمام، يعني اي دي وماني تايب وتحط وتنزل كام سطر وتاخد الريكومندس ده. تمام، طبعا انت ممكن تاخده بارقامه يعني، بتاخد مثلا في 10، احنا بس محتاجين بس التعريف دي بس، وتغير ده ببقى رقم ما يكونش متكرر يعني. مثلا انا اعمل 1 2، الرقم ده مش متكرر اكيد، الرقم ده عزيز عليا جدا. تمام، في الرقم دوت يعني مش متكرر اكيد، يبقى هو ده هيكون اي دي الام سي بتاعنا. وهروح انا جايب هنا بس واحد يقول لي اللي انت بتعمله ده، اقول له استنى يا عم. بص يا سيدي، من بعد الايتم على طول بتاخد مسافه وبتكتب ايتم. تمام، يكفيك كده بس. طبعا لاحظ ان في مسافه، لو انت حابب تروح عامل دي ايتم ميريكال جورد، وطبعا انا فهمتكم العلامات دي بتاعتي، ودوت ايتم كان ايه ماجيك، هي بوتش كابتن ولا اسمه، ولا بي خفيف ولا بي تقيل. تقيل بوت. تمام، تكتب دي برونز. تمام، فقط لا غير، ما بتعدلش ده، طبعا بتخلي ده صفر. طيب طبعا يا شباب ما تنسوش ديت. هتروح بقى على النافيكيت، طبعا انا بتروح على النافيكيت، طبعا انا البرنامج اصلا هيهنج لو فتحته. بتعمل ام بي سي جديد، بيبقى الاي دي الخاص بيه، اي دي الام بي سي بيبقى الاي دي اللي انت عملته هنا، وبيبقى الطيب بتاعه بيبقى 1. طبعا بقى تعمل الماب اي دي 1200 عشان التاون، وبتعمل السيل خلايا اكس وخلايا واي، او احداثيات اكس واحداثيات قيمة واي، اللي هي الاحداثيات اللي تبقى موجودة مثلا
239 260، ودي بتبقى موجودة يعني جنب البنك، جنب البنك كده في الركن زاوية. تمام، دي الإحداثيات اللي بتعملها، وبتعمل سيف بس. هتلاقي الأيتم موجود بدون أي تحديثات على الكلينت، موجود في السورس. طبعا برضك اللي انت بتاخده، طبعا بقى بتاخد الاي ماني شوب فيرجن 2 بتودي لي الكلينت برضك، مش تنسى بكده. يبقى انت قدرت تعمل الشوب، تعدل شوب بنفس الطريقة، تعدل على اسعار الشوب، اتعلمت شغل الكلينت، شغل الكلينت في الشوبات. اتمنى ان الدرس يكون فاتكم، مع انه هيتعبني جدا في رفع الفيديو، لان رفع الفيديو 40 ميجا، والفيديو التاني يعني حاجة وخمسين ميجا برضك، فحوالي 100 ميجا رفع، والنت عندي اصلا متدمر. ربنا يقدرني بقى. تمام، كان معكم احمد قروش. طبعا ما تنسوش، يا ريت التفاعل في الصفحة، يا ريت الاعجاب بالصفحة، يا ريت تنزل تحت خالص وتعمل لي متابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء أخير، اللي شايف نفسه متقن الإنجليزية، نحن بنحاول نساعد العالم بأجمع متقن لغة إنجليزية أو فرنسية أو أسبانية يتقدم لنا في وظائف بخصوص محررين متقنين اللغات دي. كل عليك بس إنك هتترجم، وانا بنفسي هعلمك ازاي تحرر كويس، وهفهمك عشان تكون لامم بالموضوع اللي انت بتكتب عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.